شكرا لك يا لور، وبقيت نهار حلو لك. اما نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا لليوم، وصلنا لفقره طبيه تجميليه وايضا علاجيه ببعض الحالات، وصرنا نشوفها موضه اليوم. رح نحكي اكيد عن شد الوجه، الاثار والايجابيات. اكيد رشا، وحكينا كثير يمكن عن التجميل اليوم بالعالم العربي واليوم بسوريا، عم نشوف تطور بالمجال التجميلي وخصوصا في جراحه شد الوجه. يعني في كثير قصص تجميليه عم نسمع عنها، في قصص يمكن إلى آثار إيجابية، واليوم نسمع عن قصص تجارية يجب فعليا أنه نوقف عندها. لأي صبية اليوم بتلاقي بتحب تعتني بحالة وتهتم بحالة، خصوصا مع الأنستا. يعني الأنستا بتلاقي كل الصبايا عم يرجوكي الجانب الجمالي، مع أنه يعني صور هي فيها فوتوشوب وفيها لعب، فكل الصبايا الجداد بمطلع العمر بتلاقيهم عم يتجهوا للجراحات التجميلية أحيانا مع أنه ما بدهم اليوم. أكيد. خلينا نحكي عن هيدا الموضوع اكثر وعن عمليات شد الوجه. معنا الدكتور نوار مبيض، اختصاص جراحه تجميليه وترميميه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. صباح كل عام وانتم بخير جميعا. وانت بالف خير، اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي اليوم عن التقنيه مثل ما انها هي تجميليه وعلاجيه، وممكن ببعض الحالات تكون ضروره للصبية. خلينا بداية نحكي شو هو شد الوجه، واليوم كيف عم تتم هي الآلية؟ هلا شد الوجه غالبا هو عمل جراحي ضمن، نحن في عنا أجزاء بالجراحة التجميلية، في عنا جزء مهم نسميه جراحة إعادة الشباب. فالوجه مثل أي منطقة بالجسم تتعرض لتغيرات مع تقدم العمر. هالتغيرات بتصير على كذا مستوى، على مستوى الجلد، على مستوى العضلات، على مستوى النسيج الشحمي. فنحن في عنا حلول جراحية، الهدف منها هي إعادة شباب هالمنطقة، ونحاول نرجع بالزمن لما كانت عليه قبل 10 أو 20 سنة من الوقت الحالي. طيب خلينا نحكي، عملية شد الوجه هي عملية جراحية واحدة؟ يعني ما في خيارات ولا هي تختلف يعني من طبيعة الصبية؟ العمر بيلعب دور. نحن بنسمع مثلا الدكتور بيقول لك عملية شد الوجه أخرى قد ما فيك لتاخذ النتيجة الحقيقية منها، وبدها فترة زمنية لإعادتها. يعني بتلاقي الصبايا بيفكروا كتير بعد الأربعين لحتى تفكر الصبية، اليوم لا، عم نشوف بعمر أبكر. يعني كنا نشوف قبل بعد الخمسين بعد الأربعين، اليوم عم نشوف صبايا عم يقوموا بهي العملية. هلأ صراحة أول شيء موضوع توقيت العملية هو مرتبط بقديش الصبية عندها رغبة أن هي تحافظ على شباب وجهها وتحافظ على جماله. يعني ممكن يكون في عندها ترهل بسيط بمنطقة الوجه أو العنق وتحب تتخلص منه بعمر صغير نسبيا، ممكن يكون بال 35 40 سنة. هلا ما حيكون التغيير كثير مهم لأنه بالأساس بتكون المشكلة صغيرة. بس حقيقة اليوم في عندنا نسبة من المرضى، هن المرضى اللي خضعوا لهبوط وزن شديد خاصة بعد الشيوع القوي لجراحة البدانية. فصرنا عم نشوف أعمار صغيرة عندهم ترهل مهم إن كان بمنطقة الوجه أو الجبهة أو العنق اللي هي المناطق اللي بنستهدفها بجراحة شد الوجه. فعم نضطر نساوي حاليا جراحة شد الوجه بأعمار صغيرة نسبيا. إضافة لذلك يعني صفى في ثقافة، في وعي، اهتمام أكثر بموضوع التجميل بشكل عام. فصفى أي تغير بسيط بهالمناطق هي واللي هي مناطق كثير ظاهرة على خيف على خلاف باقي مناطق الجسم مثل الثديين او البطن، فالصبيه دغري عم تفكر انه تلاقي حلول مهمه لهالمشاكل هيك. خصوصا هلا يعني هي صارت موضه مثل ما قلنا، واليوم الميديا عملت كثير قصص، يعني حتى صرنا نشوف عمليات تجميل ما كان في داعي لها. يعني دكتور ذكرت نقاط عمل العمليه، خلينا هيك نحددهم بالوجه اليوم، شو النقاط اللي بتعتمدوا عليها؟ وخلينا نحكي عن اثار العمليه بعد العمليه وبعد عمليه الاستراحه والترميم، حيكون بيضل اثار تمام. وبعد فتره ممكن نحن نرجع نشوف ترهل ورجع لنفس المناطق او خلص يعني اخذ وضعيه الشد تماما. هلا بشكل عام نحن بنقسم الوجه لثلاث مناطق. في عندنا منطقه العنق اللي هي من حافه الفك السفلي نحو الاسفل، المنطقه المتوسطه من حافه الفك حتى منطقه العينين، يعني هذا الثلث المتوسط، وفي عندنا الثلث العلوي اللي هو منطقه الجبهه. هلا نحن بجراحه شد الوجه ممكن نشتغل على ثلاث مناطق وممكن نشتغل على جزء منها، يعني ممكن نعمل شد منتصف الوجه، شد وجه وعنق، شد وجه وعنق مع شد الجبهه، يعني نحن حسب طبيعه المشكله الموجوده ورغبه الصبيه انه هي شو المناطق اللي اكثر شيء زعجتها. فهالثلاث مناطق نحن بتقنيات جراحه شد الوجه المختلفه ممكن نشتغل عليها. هلا كمان من ناحيه هون، نحن من ناحيه المناطق، من ناحيه مستوى الشغل نحن في عنا بنشتغل على كذا طبقه، يعني نحن بنعمل شد للجلد غالبا رح يترافق مع عمليه شد للعضلات، لانه دائما الاساس باي عمليه تجميل مثل ما نحن بنعمل شد بطن بنقول اهم شيء شد العضلات وبعدين بيجي شد الجلد، نفس الشيء نحن هون في عندنا شد. شد العضلات بيختلف بالعمر ولا أكيد. بيلعب يعني لا هي نقطه كثير مهمه لما نقول عمليه شد الوجه وهي ترتبط بعمليه شد العضلات، عم نشوف بعمر مبكر
صحيح عم بيقوموا فيها الصبايا، فشد العضلات هون بيختلف بالعمر اذا كان أكيد 35 فوق ال 40 يعني مثل 50. اي حاله نحن لازم نفهمها صح، انه هل نحن في عندنا تبخر شديد ان كان على مستوى الجلد ولا على مستوى العضلات، لازم نساوي اثنين. هلا ممكن نعمل مثلا شلد جلد جلد مهم عشان بسيط للعضلات او العكس حسب طبيعه المشكله. احنا كمان ممكن يكون في عندنا احنا صار عندنا ضمور بالنسيج الشحمي، هي بالاعمار الكبيره يعني بتيجي سيده عمرها 65 سنه بنعمل لها شد وجه مع شد عضلات ممتاز، بنلاقي انه جلد صفها مشدود والعضلات بس ضل الوجه هو ما انه وجه شاب. ليش؟ لانه هالنسيج الشحمي اللي هو كان موجود بغزاره من حوالي 20 30 سنه ما عاد موجود، فهون لازم كمان نعمل دعم للنسيج الشحمي بالوجه لحتى نحسن امتلاء الوجه. ممكن نشتغل ايضا على نوعيه الجلد الموجوده، يعني نوعيه هالجلد صحيح احنا شديناه بس نوعيه الجلد ضل جلد هو مختلف عن الجلد اللي كان موجود قبل عشرات السنين، فكمان نحن لازم نشتغل على هالنقطة. فدائما يعني هو مو إجراء واحد، هو مجموعة إجراءات لحتى نعمل إعادة شباب لهالمنطقة هي. طيب دكتور خلينا نحكي فيما بعد العملية، قد ايه اليوم الصبية بدها تنطر لحتى تشوف صار في تغيير للوجه إذا كانت التغييرات إيجابية وما تدخلت قصص الكتل العضل والشحم هدول قصص، قد ايه نحن اليوم بحاجة لتبين نتيجة العملية؟ هلا أنا بقول مثل أي عمل جراحي تجميلي، أنا بقول في عندي فترة شفاء سريعة وفترة شفاء بطيئة. هلا فترة الشفاء السريعة اللي هي إنه الصبية صفت صار في عندها درجة من الرضا، حبت نتيجة العملية بس لسه ما وصلت للنتيجة النهائية، هي عادة تستمر حوالي 3 أسابيع إلى شهر، شهر ونص على الأكثر، بتكون الصبية كثير راضية عن النتيجة، مبسوطة فيها، راحت الآثار المزعجة مثل الكدمات، مثل الوزمة الشديدة، الورم الشديد، خف، بس هل هي نتيجة نهائية؟ أكيد لا، أي عمل تجميلي لنوصل لنتيجته النهائية بدنا نحكي بين 6 أشهر لسنة، هذا كلام منطقي. بس أكيد نحن بعد 3 أسابيع أو شهر رح نكون أحلى من ما كنا قبل الجراحة. نسمع بقصة الرتوش بكل الإجراءات التجميلية، هل ممكن اليوم أنه الطبيب يضطر يرجع يعمل ولو رتوش كتير بسيط لوجه الصبية؟ هلا بالأساس العمل التجميلي هو عمل بشري ما هو عمل ناجح 100%، فاحتمال الرتوش هو أول شيء طبيعة النتائج بتفرضه ورغبة الصبية قديش هي متطلبة بتفرضه. بس أنا بقول كلمة أخانا بهيك إجراء بيكون أفضل. يعني هذا اللي كنت أسألك عنه، يعني اليوم عم نشوف قلت بال 35 40 صبايا عم يطلبوا هيدا الإجراء والدكتور بيقول لك إنه أخره، أنت بتنصح فيه بأي عمر؟ يعني لأنه مثل ما قلت أحيانا بتصير ترند موضة للأسف بتلاقي العالم بتلحقها. تماما. هلا أنا بقول إنه أول شيء يعني لحتى يكون العمل ناجح وتحس الصبية بإن هي أخذت فرق مهم لازم تكون المشكلة حرزانة. لما أنا عندي تبخر خفيف كتير وأنا عملت جراحة وساويت ندبات وتعرضت لوزمات ولصعوبة العمل الجراحي وبالأخير أنا كان التغيير هو بسيط، رح يصير عندي نوع من خيبات الأمل. صحيح. ودائما خيبات الأمل هي بشعة للصبية ومزعجة حتى للطبيب اللي اشتغلها. فأنا أفضل إنه لما نشتغل يكون في عنا مشكلة مهمة حتى تكون التغير كل قديه تنصح فيها تقريبا العمليه؟ هلا صراحه مثل ما قلت لك لما يكون في عندي تبخر مهم كل قديه يعني قامت فيها يعني الصبيه اليوم؟ كل 10 سنوات في دكاتره بتقول لك كل 5 سنوات اليوم ما بال 10 سنوات صراحه كل 10 سنوات اذا كان العمل جراحي طبعا بشرط العمل ضمن الاصول 10 سنوات هي مده جيده لحتى نفكر اذا بدنا نفكر باعاده العمليه وهالشيء بده يكون بعد عمر 40 الا اذا خضعنا لهبوط وزن شديد هون ممكن نفكر نشتغل بعمر اصغر. طيب. حتى موضوع الرتوش ذكرتيه حضرتك انه ايمت بنساويها، يعني هون دائما في مشكله بكون مثلا في مشكله صغيره عند المريضه فهي حريصه انه تخلص منها باسرع وقت ممكن. هلا هون حكمه الجراح شلون يستوعب المريضه ينصحها انه تطول بالها، لانه دائما التسرع بحل هالمشاكل البسيطه بيؤدي نتائج عكسيه. صحيح. لانه بكون لسه في تغير، نتائج العمل لسه ما نضجت، لسه ما وصلت لنهاياتها، فيفضل هالشيء نفكر فيه اقل شيء 6 أشهر من تاريخ العملية بشكل عام يعني وبما فيها شد الوجه. دكتور حكينا عن الجانب التجميلي بالترهل بعمر معين، اليوم أي حدا بحب يكون بكامل جمال الوجه فاليوم هذا يعني عادي مبرر وحق لكل صبية، حتى عم نشوف الرجال اليوم راحوا لهي القصة يعني، ولكن في حالات مرضية اليوم بتزوركم أكيد يعني بيكون عندهم مشكلة بالوجه واليوم بيضطر الحكيم أنه يروح له ترميم وشد الوجه، شو هي أهم الحالات المرضية اليوم؟ هلا أشياء مشكلة هي نحن دائما في عنا ما يسمى بالعصب الوجهي، هو عصب موجود بالوجه بنسميه العصب السابع مسؤول عن حركة العضلات بالوجه. إصاباته شائعة، ممكن إصابة تكون جزئية بجزء من العصب أو بكامل العصب، فبصير نوع من التبهلات أو التغيرات وعدم التناظر بين نصفي الوجه. هلا هون ممكن نفكر بجراحة الوجه كحل لحتى نحسن التناظر بين جانبي الوجه، يعني ما راح يكون هو حل 100% ولكن بيساعد إنه يعطينا تناظر ويخفف من فروقات الشكلية بين الجهة اليمنى واليسرى بالوجه،
هو اشياء الحالات. كمان في عنا جراحات الترميميه مثلا، في عنا اصابات حروق، اصابات اورام بالوجه، هلا كلها ممكن يعني نساوي نوع من شد الوجه معها لنتخلص من افه مشوهه بالوجه وبنفس الوقت نحسن شباب الوجه. واشرت يمكن خلال حديثك دكتور كمان الاشخاص اللي فقدوا وزن كثير كبير كمان بيلتجئوا لعمليات شد الوجه لانه في بيكون ترهل كبير بالجلد، ولا لا كمان العمر بيلعب دور هون؟ اكيد هلا هذا مثلا بيختلف عن الاعمار الاكبر، انه بتجينا صبيه عمرها 20 سنه كان وزنها 130 كيلو فرضا، عملت تحويل مسار صار وزنها 75 80 كيلو، هبوط وزن 30 40% من وزنها. هلا غالبا مثلا هذول بتلاقي انه العضلات عندهم لا باس فيها ولكن الجلد مترهل مثلا مثل ما حكيتي حضرتك، فبيكون الشد على مستوى الجلد اكثر من مستوى العضلات، بنعمل شد عضلات بسيط بس بيكون الجلد اكثر هو المترهل. هلا هي بتكون بعمر صغير ولكن هي بحاجه لشد وجه. فهون بصفي حتى لو في عندنا ندبات بالنسبه الى الموضوع مقبول اكثر بكثير من الترهل اللي كان موجود عندها. دكتور كل شيء بنعمله تجميليا علاجيا دائما عندنا قصه السلبيات والايجابيات والاثار الجانبيه. خلينا نحكي اليوم بموضوع شد الوجه للصبايا والشباب، شو هي ممكن تكون الاثار السلبيه لهي القصه يعني؟ هلا مثل ما حكيتي حضرتك اول شيء اي عمل جراحي هو مانو سحر، هو عمل معرض لحدوث اختلاطات. هلا دائما الهاجس الاكبر عن جراح التجميل وعند المريض بجراحه شد الوجه هو لا سمح الله اصابه العصب الوجهي، العصب المسؤول عن حركات الوجه، واللي غالبا هي بتكون اصابه عكوسه يعني بتستمر عده اسابيع وبتتراجع، وبحالات نادره جدا بتكون اصابه غير عكوسه. والندبه؟ الندبه، هلا دائما جراح التجميل بتخطيط العمل الجراحي بحاول يختار الندبه بالمكان الاكثر مخفي مخفي تماما عدم ظهور، وهون القصة عند الصبايا أسهل من الشباب لأنه في الشعر بيغطي منطقة الأذنين. فنحن دائما الجروح تبعنا بنحطها بالمنطقة حول الأذن أمام وخلف الأذن. هلا عم نشوف بس أوسع يعني، هلا بالتقنيات الجديدة عم نشوف عم يكون حتى الإجراء الجراحي من فوق، هون التقنية بتكون مختلفة يعني عم نشوف حتى جرح كبير. هلا تمديد أكثر للجرح، يعني نحن الجرح مو بس أمام الأذن، طبعا نحن هون ممكن نعمل خلف الغضروف قليلا مشان نخبي جزء منه. والجبهة هون شو بنعمل؟ هلا هون نحن بنطلع لفوق على خط الشعر أو خلف خط الشعر قليلا لحتى نعمل شد لمنطقة الجبهة، ممكن نمشي لفوق لأعلى خط الشعر، لا بحسب طبيعة المشكلة وقديه المريض متطلب. هلا اليوم في حلول صفت مثلا ممكن تكون اكثر امانا ابسط اسهل لمنطقه الجبهه مثل البوتوكس. هلا في صبايا بتقول لك دكتور انا مو كل ست شهور بدي اساوي بوتوكس، بس كمان بنقول نحن يعني كمان انه نحن نعمل شق جراحي كبير بالجبهه هو شيء يعني ما انه سهل، ممكن تندم عليه الصبيه طول عمرها، فانا بقول القصه بدها شويه حكمه. قد ايه مؤلم؟ هلا ما انه كثير مؤلم قد ما هو يعني راح الالم بس ضلت الندبه. يعني هذا الشيء ما في ترجيع. طب بنشوف حكمه القصه هون، يعني في كثير من الناس انه المحيط بيقول لك انا عملت مثلا تجميل او شد وجه بتلاقي بعد فتره في ترهلات، هون بتكون انعكاس العمليه يعني ما كانت ناجحه 100% ولا طبيعه البشره او طبيعه العضلات بتلعب دور؟ يعني لاحظناها بالمحيط مع اكثر من حدا، هون بتلاقي في شويه ترهل مع انه ما صار زمان عامله فتره عمليه. هلا اول شيء منطقه الدبلت شين اللي هي الذقن المزدوجه يعني هون في كثير فهم خاطئ لها. هلا كثير صبايا بس نوضحها شوي. تماما، بظنوا انه هي الموضوع انه نحن رح نعمل ميزو شحوم او نعمل شفط دهون وتنتهى القصه. غالبا هذا الكلام بنسبه عاليه غير مفيد، لان المشكله هي بالاساس بتكون مو مشكله شحم، هي مشكله جلد موجود تماما. فاذا ما تخلصنا من هذا الجلد الزايد المترهل الموجود بمنطقه الاعلى العنق خلف الدقن ما رح تنحل المشكله. دائما الحل بيكون بشكل اساسي بانه نتخلص من هالجلد بسحبه باتجاه الاعلى والخلف خلف الاذن. فهلا الصبايا ما رح تقبل بهالحل دائما انه دكتور انا مشان هالنتفج الجلد الموجوده هون ابو شويه شحم بدك تشق لي وتعمل لي كل هالعمليه. هلا مع انه كان اللغلغ موضه تماما، شوف الموضه كيف تختلف كل 10 سنوات ايه بتختلف، تغيرت الثقافه صحيح. فلهيك نحن دائما لا يعني نلاقي الحل المناسب. انا بقول يعني انه انا كطبيب الصبيه بقول لها هذا الحل المناسب، حبت تشتغل فيه اوكي، ما حبت تشتغل فيه بعتذر منها، افضل ما اني ساوي شيء وبالاخير ما تكون رضيانة عن النتيجه لانه بالاساس ما هو الخيار المناسب لهيك مشكله. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم من خلال خبرتك ومجالك والحالات اللي بتجي لعندك، يعني دا اليوم عم نحكي صح عن شد الوجه ولكن في تقنيات، يعني انت كحكيم اليوم هل انت مع فقط شد الوجه او ممكن تشوف شيء افضل منه واثاره سلبيه بيكون يعني بشكل اقل؟ هلا بالاساس تقنيه شد الوجه عم تتطور باليوم، عم نحاول نساويها من خلال شقوق اصغر شقوق ابسط، في جباحه تنظيريه اليوم بشد الوجه، صحيح هي شغله حديثه بس عم تحاول تاخذ ابعادها شوي شوي انه نقدر نحن نعمل شد للعضلات. اذا الجلد مانه كثير مترهل فانا ماني مضطر اعمل شقوق كبيره،
بس بالاخير اكيد اذا انا في عندي كميه زائده من الجلد لابد من اني انا اعمل شقوق مهمه لاتخلص من هالجلد الزايد، فهذا شيء لا غنى عنه. هلا عم تحاول تساوى تقنيات متعدده مثل تقنيه الخيطان، استخدام الفلاوي بتقنيه التكساس لحتى نحن نهرب من الحلول الجراحيه لاسباب ماديه او انه انا ما بدي اتعرض لندبات او لخطوره عمل جراحي. هلا هي تقنيات خلينا نقول نحن ما فينا نستغني عنها، بس عالية بتحسها منا علاجية وترند موضة اليوم مؤقتة. هلا بنسمع يعني شد الوجه، العيون، الخدود، بالخيوط، يعني عم نسمع عنها بالآونة الأخيرة بشكل كتير كبير. خلينا نحكي عنها شوي، هي آمنة؟ تماما. هلا أول شيء الأمان مو دائما آمنة كتير، لأنه هي ممكن تعمل حالة من عدم التناظر، يمكن جهة تشد أكثر من جهة، يصير تليف بجهة أكثر من جهة، فهي ما كتير آمنة. في شغلة تانية انه هي ما بتتخلص من الجلد الزايد، هلا بتحاول تسحبه وتجمعه بمنطقة معينة، فهي حتى نكون منطقيين كتير هي للحالات البسيطة اللي بدها نتائج ممتازة وبنفس الوقت ما عندها شيء مهم، وحالات مؤقتة يعني لمدة 5-6 شهور ممكن يكون في حدا عنده مناسبة عنده شيء وما نجهز يعمل جراحة، فممكن تقدم له حل معقول ومنطقي لهيك حالات. هي بتدوب بقلب الجلد حكيم تماما. هلا هي في كذا تقنية منها، بس معظم الخيطان المستخدمة في خيطان ممتصة بنسميه بتدوب يعني. طيب بعد شد الوجه في معلومة طبية اليوم حضرتك حتصحح لنا اياها ان كان صحيحة او خاطئة، بيقولوا انه بعد شد الوجه بيفقد الشخص الاحساس بالجلد، يعني اليوم شبهوها بمثل اي صبية عاملة مثلا في ولادة قيصرية، فالمنطقة اللي بصير اجتزاء الجلد منها بخلق تفقد الاحساس. الوجه نفس الشيء او لا؟ اكيد. هلا نحن مثل لما بنشتغل جراحه اي منطقه فنحن في عندنا اعصاب حسيه، هالاعصاب الحسيه بصيبها نوع من الرد الجراحي فبتفقد جزء من عملها، غالبا بتكون هي الاذيه مؤقته بتتراجع خلال عده اشهر بعد الجراحه، يعني بين 6 شهور لسنه بيرجع الاحساس طبيعي بنسبه عاليه جدا بنسميه اعاده تعصيب بصير للمنطقه. فهي اذيه غالبا عكوسه وما بتخوف وما أنا كتير مزعجة، دائما نحن هون بهمنا الأزية الحركية أكثر من الأزية الحسية. طيب الخيوط هي من شو مكونة إذا بدنا نعرفها طبيا؟ هي على دائما يعني المواد الأساسية هي شو هي؟ هي مواد منحلة يعني من نوع من السكريات مع البروتينات بتصنع، هي خيوط ممتصة. تقنيتها الأساسية هي إنها تساوي تليف بالمنطقة اللي بتنحط فيها. هلا غالبا بفكروا المرضى انه نحن لما عم نحط الخيط فنحن عم نساوي شد ميكانيكي لمنطقة لنعلقها بمنطقة أعلى. ولك تلقط لتمتص تماما. هذا الكلام غير دقيق. هلا في خيطان بتستخدم هالتقنية بس هي ما كثير شائعة. الأشياء اللي عم يستخدم حاليا هي المبدأ تبعها انه هي عم تعمل نوع من التندب بالمنطقة تحت الجلد، فعم يصير بنسميه شرينك يعني انكماش تليف، هالفايبريشن اللي بصير هو اللي بشد الجلد شوي فبيحسن من شباب المنطقة. أكيد دائما الجمال له ضريبة مثل ما بنقول، ودائما هدول التقنيات بنروح دائما للحلول الأسلم والأفضل والآثار الجانبية الأفضل لنا. دكتور بدنا نتشكر وجودك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، والصحة والسلامة لك الحدا عم يشوفنا أكيد. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك وشكرا على كل المعلومات.